هذا اخوي الاصغر مني بسنتين، طفولتي انا وياه وحده، كبرنا سوا، اصدقاء، رفيق الروح، قلبي الثاني، انا هو وهو انا، ما في فرق بيني وبينه. شو احكي لك، لما قتلوه قتلونا، لما قتلوه قتلونا. اصلا من فتره الاحتجاز لليوم احنا مش يعني الواحد مش مصدق، حاس حاله في دنيا غير الدنيا. هو معقول صح الخبر مش صح؟ بس طلع صح. قادر والله يستحمل الخبر، تصديقه اصلا صعب علينا. هو اخوي شهيد، الحمد لله اختيار الله، وفي الفردوس الاعلى من الجنه، وبيستاهل، هو بيستاهل الشهاده، بيستاهل هاي النهايه، نهايه رحلته على الارض. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا لا ينفي انهم هم مجرمين، وانهم سرقوا روح وقلبنا وحياتنا. قلبي مستحيل يعني يتملى، مستحيل، حيضل ناقص، حيضل ناقص، لانه هو مكانته في قلبي، في قلبي وقلب اخوتي واخواتي كلنا مكانه كبيره. حسبنا الله ونعم الوكيل، ان شاء الله زوالهم قريب قريب قريب، مجرمين باذن رب العالمين. لا في انسانيا مجرمين، دينيا وقانونيا مجرمين، الديانات السماويه كلها ما في شيء بيقول، لا يهودي ولا مسيحي ولا مسلم ولا اي دين ولا اي اله بقر اللي بيعملوه والاجرام اللي بيسووه. فلابد لابد انها نهايتهم قريبه، ان شاء الله انها تكون قريبه. سيد الشهداء وقمرهم اخوي، الله يرحمه، ان شاء الله بنلتقي فيه بالجنه يا رب، وربنا بياخذ له بصاره بحقهم اللي قتلوا المجرمين اللي حرمونا منه، الله يرضى عليه في جنة الخلد. هذا اللي مصبرنا انه بدنا نروح على الجنة ونلتقي فيه بالجنة. لحظات لا تنتسى، كل وجوده هو مميز، حسه بالبيت، ضحكاته، قعدته، كلامه.